الكرة اليمنية والكرة البحرينية أيضا. كرة الآن محاولة تقدم تمريره الآن لوجود حالة تسلل وانفراد ومحاولة والكرة جول لمنتخب اليمني. هدف للمنتخب اليمني والهدف يأتي عن طريق البديل. الطحة موجودة والكرة الأخيرة لا وجود لحالة تسلل وضعها بصيب أقدام حارس مرمى منتخبنا سيد محمد جعفر وسجل الهدف في الدقيقة 21.